بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السادة الكرام الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، ومرحبا بكم في هذه الأمسية المباركة في مجلس الخميس الثقافي، والذي ستكون أمسيتنا فيه ندوة معرفية بيانية هادفة تحمل في ثنايا كلماتها رؤية واضحة في مسيرة الهيئة المستقبلية وأهدافها المشروعة. ولذلك جاءت الندوة بعنوان مؤتمر هيئة علماء المسلمين الثالث، الأهداف والتصورات المستقبلية للعمل. ونستضيف في هذه الأمسية الدكتور يحيى الطائي، عضو الأمانة العامة لهيئة علماء المسلمين ومساعد الأمين العام للشؤون العامة، والدكتور مثنى حارث الضاري، عضو الأمانة العامة في الهيئة ومسؤول القسم السياسي فيها. وأفسح المجال للدكتور يحيى الطائي ليتناول القسم الأول من الندوة الخاص بمؤتمر الهيئة العام الثالث، فليتفضل مشكورا. شكرا جزيلا، تحية طيبة وفرصة أن نلتقي بهذه الوجوه الكريمة التي يشغل العراق قلوبها، والهم العراقي يسري في دمائهم جميعا. عنوان الندوة عن مؤتمر الهيئة الثالث. المؤتمر الهيئة الثالث هو مؤتمر عام، وهذا كما مثبت في النظام الداخلي، كل مرحلة من المراحل يكون فيها مؤتمر عام، وهذا المؤتمر الثالث، حيث سبق ذلك المؤتمر الأول الذي عقد في نيسان عام 2008 في دمشق، والمؤتمر الثاني الذي عقد في عمان في شهر كانون الثاني في عام 2016، وهذا المؤتمر الثالث الذي عقد في إسطنبول في الرابع إلى السادس من تموز. كان شعار هذا المؤتمر منهج وعمل، كل مرحلة كانت تقتضي شعار يرفع لمرحلتها. في المؤتمر الأول كان الشعار، والثاني والثالث منهج وعمل. في الحقيقة اختيار هذا العنوان أتى ليثبت ولتؤكد الهيئة على ثباتها على المنهج الذي اختطته منذ نشأتها في عام 2003، وفي ذات الوقت العمل بكل الوسائل في إطار ثوابتها وأدبياتها. فكان العنوان أو شعار المؤتمر منهج وعمل. كان المؤتمر أهداف كثيرة، من ضمن هذه الأهداف مناقشة الأوضاع في العراق ومتطلبات العمل في الدورة الجديدة للهيئة، واستعراض نشاطات الأقسام العاملة في الهيئة، حيث كثير من أقسام الهيئة تعمل في الداخلي وفي الخارجي، وهناك خطة منهجية لهذه الأقسام تناقش في كل مؤتمر ماذا حصل، ماذا تم إنجازه من الخطة العمل، وتقييم هذا العمل، والنظر في المعوقات وفي كيفية الاستمرار بهذا العمل، وأيضا مناقشة ما تم إنجازه. بعد المؤتمر الثاني وضعت الهيئة خطة عمل، فما تم إنجازه من هذه الخطة ونسبة الإنجاز، ثم بعد ذلك سبل تعزيز تلك الجهود والاستمرار فيها وتشخيص المعوقات، بالإضافة إلى رسم الخطط الكفيلة باستمرارية وديمومة العمل في المستقبل، والحفاظ على المنهج في مواجهة تحديات كثيرة. وهذه التحديات كما تعلمون تحديات داخلية وتحديات خارجية. حضر المؤتمر 81 عضو من أعضاء مجلس الشورى، البالغ عددهم 114 عضوا.
لم يحضر إلى المؤتمر بعض أعضاء الشورى بأعذار، منهم من هو معتقل نسأل الله أن يفرج عنهم، ومنهم من كان مريضا، ومنهم من انشغل بأمور أكاديمية، وللأمانة فقط عضوا واحدا تغيب بلا عذر. ضيوف المؤتمر كنا في كل مؤتمر تكون له خصوصية في نوعية الضيوف الذين يحضرون ذلك المؤتمر، ففي المؤتمر الأول والثاني نظرا لطبيعة الوضع في سوريا والطبيعة في عمان كان أغلب ضيوف المؤتمر هي من القوى الوطنية التي لها من الجهد والعمل الكثير من أجل أن تستمر مسيرتها مع القوى المناهضة للاحتلال وللعملية السياسية. لكن طبيعة المؤتمر الثالث تختلف بطبيعة المكان، فكان جل الضيوف من الهيئات والجمعيات الإسلامية المختلفة، وكان حضورا متميزا، حضورا علمائيا متميزا، شمل كثير من الدول العربية والإسلامية. فعلى سبيل المثال للحصر، كان رئيس المجلس السوري الأعلى فضيلة شيخنا أسامة الرفاعي عن سوريا، وكان فضيلة الشيخ الدكتور وصفي عاشور عن مصر العربية، والأخ العزيز الدكتور نواف الدكروري رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج، ومن إريتريا فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، وعن ليبيا كان فضيلة الشيخ الدكتور سويلم الساعدي، وعن اليمن فضيلة الشيخ الدكتور محمد صادق المغلس، ومن تركمانستان الشرقية يعني، وهذه يعني كان نوع من التواصل لنا معهم كثير، الأخ الدكتور محمود محمد، ومن تركيا من الاتحاد الإسلامي كان فضيلة الشيخ عبد الوهاب أكينجي، وكان هناك ممثل للشؤون الديانة في تركيا. كما تعلمون في تركيا لا توجد وزارة أوقاف وشؤون دينية، وإنما رئاسة الديانة هي التي تقوم بهذا العمل، وهي مؤسسة كبيرة وهي التي تدير كل الأعمال في تركيا. فحضر عنها دكتور أحمد أغوس وهو خبير بالمجلس الأعلى للشؤون الدينية، وشخصيات طبعا كثيرة جدا، لكن أنا ذكرت أبرز الضيوف الذين ألقوا كلمات في الحفل الافتتاحي. بدأ المؤتمر بالجلسة الافتتاحية كما ذكرت، وحضر كثير من العلماء، وفي اليوم ذات اليوم في الجلسة المسائية كان هناك اجتماع للأمانة العامة، تحضيرات لليوم الثاني، لأنه في اليوم الثاني كان هناك جدول كثير. في اليوم الثاني كانت الجلسة الأولى هي الاستماع إلى تقارير الفروع والأقسام، القسم الإغاثي والقسم الاجتماعي. وبالمناسبة القسم الإغاثي كل عمله هو كان في داخل العراق، والقسم الاجتماعي والقسم السياسي والقسم المهني والأقسام الكثيرة والقسم العلمي وقسم الفتوى وكذلك يعني باقي الأقسام الكثيرة، عرضت هذه الأقسام نشاطاتها للفترة بين المؤتمر الثاني للمؤتمر الثالث، وتقييم هذه الأعمال وما تم إنجازه فيها. في الجلسة الثانية وحسب النظام الداخلي يجب أن تكون هناك انتخابات لأمانة عامة جديدة ولأمين عام جديد، وهذا حسب مقتضيات النظام الداخلي ونظام الانتخابات المعمول به في هيئة علماء المسلمين. جرت المرحلة الأولى من الانتخابات وأفرزت أعضاء الأمانة العامة، وفي الجولة الثانية قام أعضاء مجلس الشورى بانتخاب فضيلة الأمين العام. وطبعا في الجلسة المسائية كانت حصرا بأعضاء الأمانة العامة، والتي يتم فيها تسمية نائب الأمين العام ومساعدو الأمين العام، مساعد الأمين العام للشؤون العامة ومساعد الأمين العام للشؤون العلمية ومساعد الأمين العام لشؤون الثقافة والإعلام. وفي اليوم الثالث كانت هناك جلسة لأعضاء مجلس الشورى وأعضاء الأمانة العامة الجديدة والأمين العام، وناقشوا فيها كثير من الأمور،
ومن ضمن الأمور يعني مسألة إدخال بعض التعديلات على النظام الداخلي ومناقشة بعض الأمور. ومن ما يثلج الصدر أنه جميع أعضاء مجلس الشورى أكدوا بأنهم إن شاء الله ثابتون على المنهج ومستمرون بهذا العمل، وأنهم نذروا نفسه لهذا المشروع الذي فيه خلاص العراق وخلاص الأمة مما حل بها. وبعد أن انتهت أعمال المؤتمر كانت هناك ورشة تدريبية للمستشار الدولي في مجال الدراسات التنموية وهو الأخ الدكتور عبد الحليم زيدان، وهو رئيس معهد برامج التنمية الحضارية في لبنان. ورشة كانت تدور حول توجيه في التفكير الاستراتيجي، وهذه كانت على مرحلتين، وبانتهائها تقريبا انتهت أعمال المؤتمر. طبعا المؤتمر يعني كان فيه الكثير من الأمور التي نوقشت في رؤية لمستقبل البلد وما هو المتوقع، كيفية السبل للاستمرارية كما قلنا. طبعا بعد الجلسة الأولى لانتخاب أعضاء مجلس الشورى كما هو معمول في النظام الداخلي أنه تنتخب 10 أعضاء، وحصل. والجولة الثانية ينتخب من أعضاء الأمانة العامة الأمين العام، من فاز هو فضيلة الأخ الدكتور مثنى حارث الضاري، فاز كأمينا عاما للهيئة. ولكن يعني أثناء الجلسة وبحضور أعضاء مجلس الشورى طلب إعفائه من منصب الأمين العام، واستمرت الجلسة إلى حد الساعة 8:30 مساء، يعني أخذت منا وقت كثير في نقاش وجدل بين أعضاء مجلس الشورى والأمين العام. لكن بإصرار شديد لم أعهده منه يعني بهكذا اتجاه رفض هذا، فآل الأمر إلى الأمانة العامة ورضي أن يكون فقط مسؤولا للقسم السياسي. هذا حقيقة إجمالا ما حصل في المؤتمر، وإذا فاتني شيء إن شاء الله في أسئلتكم ستكون الإجابة على هذا السؤال. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للدكتور يحيى الطائي. والآن ننتقل إلى الفقرة الثانية، وهي تتضمن الأهداف والتصورات المستقبلية لعمل الهيئة. الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى وبعد. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. شكرا لأخي الدكتور ثامر ولأخي الشيخ الدكتور يحيى على ما قدمه، والشكر أيضا للحضور الكريم في هذه الليلة المباركة الذي يثلج الصدر ويدل على اهتمام الإخوة الحاضرين بموضوع هذه الندوة. إخوتي وأحبتي، كما سمعتم من الشيخ يحيى الطائي جزاه الله خيرا تفصيلا عن المؤتمر العام الثالث لهيئة علماء المسلمين، ونظرا لضيق الوقت حتى لا نثقل عليكم كان العرض موجزا، وأظنه يعني يكفي في هذا الصدد. بالنسبة لي أنطلق من نهاية كلام الدكتور يحيى فأقول المؤتمر العام الثالث للهيئة منهج وعمل جاء بعد انتهاء المرحلة الثالثة من مراحل عمل الهيئة. المرحلة الأولى كانت هي مرحلة التأسيس، واستمر 6 أشهر إلى من شهر نيسان إلى شهر كانون أول في عام 2003، ثم بدأت المرحلة الثانية منذ 23/12/2003 وحتى وفاة الأمين العام الراحل الشيخ حافظ الضاري رحمه الله في عام 2015، وهي مرحلة التصدي للاحتلال والبناء التأسيسي للهيئة ومصاولة كل أعداء العراق. ومرت عليها سنوات طويلة، كلكم يعرف تفاصيل المعاناة التي مر فيها العراق عموما والهيئة خصوصا. ثم ابتدت المرحلة الثالثة من عام 2015 إلى عام 2019، وهي مرحلة البناء المؤسسي للهيئة،
خرجت الهيئة كما تعرفون من منازلات كبيرة جدا بعد سنوات طويلة من الاحتلال، فاحتاجت في مرحلة ما إلى أن تعيد البناء على أساس مؤسسي أكبر وأوسع وأكثر إتقانا، وأيضا لضمان استمرارية رمزها التاريخي وجهدها الوطني المقاوم للاحتلال، وفتح آفاق التعاون مع القوى الوطنية المناهضة للاحتلال. فاقترن منذ عام 2015 العمل المؤسسي بالعمل الوطني في مرحلته الجديدة، فبرزت في ذلك الوقت عدة تجارب، منها مشروع الثوابت الوطنية، ثم مشروع العراق الجامع، ثم الميثاق الوطني. وتخللت هذه السنوات أيضا معاناة كبيرة جدا، ولكن كان الجهد منصبا على البناء الداخلي للهيئة، مع عدم نسيان الجوانب الخارجية ولا سيما الجانب السياسي الذي أولته الهيئة اهتماما كبيرا ولم تنقطع في يوم من الأيام عن متابعته. لكن كانت كما تعرفون الظروف غير مواتية، والأفق مسدود بالكامل، وما زال هذا الأفق للأسف مسدودا إلى هذه اللحظة. رأينا في هذا المؤتمر أن ننطلق في مرحلة ثالثة عبرنا عنها بشعار المؤتمر. فبعد أن كان شعار المؤتمر الأول ثبات ورباط، كان شعار المؤتمر الثاني أمل وألم، والشعار الثالث كان منهج وعمل. الهدف من هذا الشعار هو بيان أن مرحلة التأسيس قد انتهت، وأن مرحلة مصاولة الاحتلال وأعوان الاحتلال وآثار الاحتلال لابد أن تبدأ من جديد، ولا سيما للأسف أقولها بكل مرارة بعد أن تركت الهيئة وحيدة في هذه الساحة مع بعض إخوانها المخلصين والصادقين، وكثير منهم في هذه القاعة معنا. ولكن ظروف الاحتلال وما بعد الاحتلال والمؤامرات التي تعرض لها العراق والمقاومة والقوى المناهضة للاحتلال جعلت كثيرين يراجعون أنفسهم للأسف، وتكون المراجعة سلبية وينتقلوا إلى الجانب الآخر. في الهيئة هناك عرف داخلي أن الأمين العام للهيئة يكون هو أيضا مسؤولا عن القسم السياسي لضمان خط الهيئة السياسي ومنهجها، وهذا ما حصل طوال السنوات الماضية. ولكن في مرحلة التأسيس لاحظت أن الجهد الإداري والبناء المؤسسي والعلاقات ثم التشعبات الكثيرة التي ارتبطت بالهيئة بعد أن طالت غربتنا جميعا في الخارج ألقت بأعباء إدارية وعلاقات كثيرة مهمة هي، ولكنها ليست في صلب منهج الهيئة وعمل أي قوة تحرير وطنية. فكان هناك نوع من الثقل على القسم السياسي وتجاوز على القسم السياسي الذي لم يستطع أن يقوم بواجبه بالصورة التي كنا نأمل. كنا أتوقع أنه بعد إقرار أحد المشاريع المتقدمة كمشروع العراق الجامع أو مشروع الميثاق الوطني أن تكون هناك لجنة سياسية للقوى الوطنية تقوم بإدارة العمل السياسي الوطني العام، وتكون الهيئة ممثلة فيها بشخص القسم السياسي، مسؤول القسم السياسي أو أحد أعضاء القسم السياسي، وتنصرف الهيئة للأعمال الأخرى، ولكن هذا لم يتحقق للأسف إلى اللحظة. فكان أيضا لابد لنا من مراجعة ونقد لهذه الحالة، وأنه لابد للهيئة، وأقولها هنا من باب بيان الواقع، أن تعود مرة أخرى لقيادة العمل الوطني بعد أن عاتبها كثيرون على أنها تحاول أن تتراجع خطوة إلى الوراء لتفسح المجال لغيرها، بل اتهمنا بعضهم بعض المحبين بمقال كتبه قبل سنوات في عام 2015 تحديدا، ما بال الهيئة إلى الآن تقدم غيرها على نفسها مع قناعتها التامة بأن غيرها لن يقوم بهذه المهمة. المهم 4 سنوات أثبتنا أننا لا نؤثر التقدم، لا نريد الرئاسة، نسعى دائما لمشاريع جماعية، ولكن يبدو أن هذه التجربة، وهذا من باب النقد الذاتي لعمل الهيئة وعمل القوى الوطنية المناهضة للاحتلال، اقتضى هذا ماذا؟ أن يوسع عمل القسم السياسي وأن يتفرغ لجهده فقط، وهذا لا يكون إلا من خلال الفصل بين منصب الأمين العام ومسؤول القسم السياسي. أمر آخر، أنا التزمت في أول ظهور إعلامي أو ثاني ظهور إعلامي لي بعد اختياري أمينا عاما للهيئة في عام 2015 بأنه أقوم بواجبي، ثم أنسحب من المشهد في أول لحظة أحس فيها بأنه البناء المؤسسي للهيئة وإبقاء الهيئة على خط الثبات وممانعة الاحتلال ومقاومته قائما، وهذا ما حصل. وأعتقد أن الانسحاب في هذه اللحظة في هذا التوقيت بهذه الطريقة مع إلى اهتمام أكبر للجانب السياسي
مناسب جدا. ومن هنا كما ذكر الشيخ يحيى يعني أصررت على رأيي كما يقول لما أحده فيه، نعم أصررت على رأيي لأني أعتقد تماما بأنه هذا هو الوقت المناسب لإعادة تفعيل العمل الوطني لإعطاء صدمة ما للعمل الوطني. الميثاق الوطني أعتقد مهمة أساسية على الرغم من انسداد الأفق، فلكن لا بد من أن نسعى فيه بجد. وبعض أعضاء الهيئة الاستشارية في الميثاق الوطني أمامي الآن، فأنا أخاطبهم وأخاطب الأخوة الآخرين في القوى المناهضة للاحتلال أو من تبقى منها، وأقول لهم المرحلة القادمة تحتاج جهدا استثنائيا خاصا في هذا المجال، وهذا هو أحد أهداف تراجعي أو اعتذاري عن منصب الأمين العام. أمر آخر إخواني، عودناكم في الهيئة على الوضوح والصراحة والمباشرة دائما. هناك أحزاب وقوى وجهات تجري بين مدة وأخرى انتخابات وتغييرات في هيكليتها الإدارية وفي رئاستها وفي ولا نسمع عن هذا أبدا، تجري في غرف مغلقة ثم لا تعرف إلا من خلال التعامل بعد أشهر. ولكننا في الهيئة لا نفعل هذا، لأننا نشعر بأننا للجميع ومن حق الجميع أن يعرف ماذا يجري في الهيئة. الساعات الطويلة التي قضيناها في النقاش والجدل كما قال الدكتور يحيى هي في محاولة إقناعي بالتراجع عن هذا الرأي، ولكن أنا أصررت لهذه الأسباب التي ذكرتها ولسبب آخر مهم. عندما انتهت انتخابات الهيئة في عام 2015 تحديدا في شهر مايس وتم اختيار أمين عام وأمانة عامة جديدة، سمعنا بعض الأصوات هنا وهناك تتحدث عن موضوع التوريث وما إلى ذلك. وإن كان هذا الكلام يعني منطلق من جهات تعودنا عليها، تعودنا منها ومن أشخاص تعودنا منهم هذا الكلام، وهي محاولة للتشويش، ولم تؤثر علينا واستمرينا 4 سنوات في هذا العمل. ولكن أعتقد الآن ليس من باب رد الفعل على هؤلاء، وإنما نقول فلتعطي قوة عراقية ما في هذا الزمن، ماذا نسميه، دع الأوصاف لكم، مثالا ونموذجا رسالة لعلها تصل إلى الآخرين، منهم خارج العملية السياسية ومنهم قريبون من العملية السياسية. أما في العملية السياسية فهؤلاء دمى تحرك من دمى خارجية أيضا، ولا حول لهم ولا قوة، وقد أوصل العراق إلى ما وصل إليه الآن. فهذه رسالة نقول للجميع، وفي مقدمة هؤلاء قوى الاحتلال المهيمن على العراق، أمريكية كانت أو إيرانية، ولدول الإقليم ولدول العربية، قد آن لكم أن تنتبهوا إلى حقيقة الأوضاع في العراق، وإلى أن هناك قوى وطنية ما زالت ثابتة ومصرة على أهدافها وعلى منهجها وعلى خطها، وأن هناك شعبا عراقيا بدأ الآن بالتعبير عن رأيه الحقيقي من شمال العراق إلى جنوبه، بل قد يكون التعبير الآن في الجنوب أعلى نبرة من أماكن أخرى. وهذا لابد له من انتباه، لابد له من استيعاب، لابد له من تواصل، لابد له من عمل. المشروع السياسي للاحتلال الجاثم على صدور العراقيين الآن ينبغي أن يزول بأي طريقة، ولا يمكن إزالة هذا المشروع باللقاءات الجانبية أو المبادرات السريعة أو النشاطات الهامشية التي تقوم بها بعض الأطراف هنا وهناك. لابد من فعل سياسي حقيقي تتولاه قوى صادقة وشخصيات مؤمنة بقضيتها، وهذا لا يمكن أن يكون إلا من خلال تفرغ كامل لهذا العمل. لأجل هذا جاءت هذه الخطوة التي ترسم تصورا مستقبليا كما في عنوان الندوة، أننا الآن في مرحلة جديدة من مراحل منازلة الاحتلال وآثاره العسكرية والسياسية، أمريكيا كان أو إيرانيا، وأنه لابد للنظام الإقليمي الرسمي وللنظام العربي الرسمي أن يعي تماما بأن ما يفعله في العراق هو مجرد تخبط، أقولها بكل صراحة ووضوح. لا توجد رؤية كاملة، لا توجد رؤية واضحة، لا توجد رؤية حقيقية، وللأسف لا توجد معلومات حقيقية عما يجري في العراق. وهذه الدول تحاول التحرك في الساحة العراقية من خلال أدوات، من خلال أسماء، من خلال قوى لا ثقل لها على أرض الواقع، وحتى وإن كان لها ثقل ما فإنها لا تنطلق من مصالح عامة لخدمة العراق.
وإذا كان الأمر هكذا فإن المقدمات تدل على النتائج السيئة التي نعيشها يوما بعد يوم. فهي رسالة منا في هيئة علماء المسلمين ومن خلال الهيئة إخواننا جميعا في القوى الوطنية المناهضة للاحتلال. الحل في العراق لا يكمن إلا في مشروع وطني حقيقي، لا مشاريع وطنية هنا وهناك ومشاريع لها أسماء كثيرة وعديدة لا تأخذ من هذه الأسماء إلا الأوصاف العامة، أما الحقائق هي غير ذلك تماما. الحل لا يكون إلا بمشروع وطني حقيقي، وهذا الحل لا يكون إلا بتضافر جهود وبتفرغ كامل للعمل في هذا السبيل. فتصور العمل في المرحلة المقبلة على الرغم من كل الحواجز والعوائق والانسدادات وانسداد الأفق التام، ولكن لابد أن تبقى هناك رؤية، ولابد أن يبقى هناك أمل، ولابد أن يكون هناك عمل. فالتصورات المستقبلية للعمل الوطني في المرحلة القادمة من وجهة نظر هيئة علماء المسلمين تكمن أولا في الاتفاق على رؤية، والرؤية قد وضعت من خلال الميثاق الوطني الذي هو الحد الأدنى للعمل الوطني، وهو المعيار الذي يمكن أن تنطلق منه هذه القوى، وأنه لا يمكن بعد هذه اللحظة الحديث عن تأمل تراجع فلان أو تعاون فلان أو إحسان الظن في فلان قريبا من العملية السياسية وفي العملية السياسية وفي النظام الفلاني. وأيضا على القوى السياسية الوطنية العراقية الابتعاد عن الصراعات الجانبية التي تجري في الساحة العربية وعدم التعويل على هذا الطرف أو ذاك، فضلا عن عدم التعويل على هذا الطرف أو ذاك من الأطراف الدولية والإقليمية. الاصطفاف في جانب أمريكا كالاصطفاف في جانب إيران، والاصطفاف في جانب إيران كالاصطفاف في جانب أمريكا، وإن توهم الواهمون وإن تمنى المتمنون. فإذا لابد لنا من رؤية سياسية حقيقية تقوم على ثوابتنا الوطنية التي انطلقنا منها، ولا بد لنا أيضا من دفاع عن المقاومة العراقية، هذه المقاومة التي غيرت مجرى التاريخ في العصر الحديث، والتي أجبرت الاحتلال الأمريكي على الانسحاب من العراق، وأن لا ندع هذه المقاومة تسرق من هذا الدعي أو ذاك الكذاب أو هذا الفصيل أو تلك الميليشيا، أو تطوى أخبارها تخوفا من هذا السياسي السني العربي كما يقولون أو ذاك السياسي الآخر. فإخواني، إخوانكم في الهيئة، رغم كل الهجمات والأقاويل والاتهامات التي سمعناها خلال الأسبوع الماضي، إلا أنها كانت على الهامش من خلال المواقف الطيبة التي رأيناها منكم ومن كثير من العراقيين. وإن كان بعضكم يظن بأن هذه الخطوة قد تكون فيها نوع من المثالية وعدم الواقعية، فأقول لهم الأيام القادمة والأسابيع والأشهر ستثبت إن شاء الله بأن هذه الخطوة ستكون منار عمل لكثير من القوى، وأنها ستحررها من كثير من القيود والتبعات من أجل هدف واحد بعد رضا الله سبحانه وتعالى، ألا وهو العراق. بارك الله فيكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور مثنى الضاري على هذه الكلمات الواضحة البينة والتي رسمت تصورا واضحا للعمل المستقبلي للقوى السياسية المناهضة للعملية السياسية في العراق. والآن إخوان الكرام نفتح مجال الأسئلة فقط. أنا أعتقد أن الميثاق اليوم هو نخبوي ولم يصل، مع أن حاولنا إلى حد ما، لم يصل إلى فئات المجتمع التي يمكن أن تكون الكادر الوسطي في العمل الوطني. نجعله سؤالا، هل هذه الخطوة صحيحة، وهل ستدرس أن يطرح ميثاق العمل الوطني على الجماهير بدلا من النخب التي كل يوم يغير أحدهم رأيه ويهرب؟ شكرا. شكرا جزيلا. بارك الله فيك أستاذ مكي. هو هذا الهدف، أن ننتقل بالميثاق الوطني مما هو عليه إلى خطوة أفضل، وأفضل خطوة هي أن ينقل إلى نطاق أوسع وينتقل من النخبوية إلى الشعبية. ولعلي أدعوكم الآن إلى اجتماع قريب للجنة الاستشارية لبحث هذا الموضوع. لابد لنا من نقل الميثاق من فكرة تتداولها نخبة إلى فكرة يؤمن بها الشعب، لأنه مجمل الأفكار في الميثاق نسمعها يوميا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مواطنين في الشارع. إذا الفكرة موجودة عند نخبة وموجودة عند ابن الشارع، ماذا بقي؟ إيصال الرسالة وإحداث الصلة بين الطرفين. بارك الله فيك.
هذه الخطوات التي استمعنا إليها وهي نتاج 16 سنة من الخبرة الميدانية والمواجهة في المقاومة وفي الصلابة وفي الثبات على الخط الصحيح وفي الثبات على مبادئ القيم والخط العام الذي أثبت وضوعه وأثبت حقيقته. يعني هذه أرى أنه يعني سؤالي هنا، هل ستكون هي محل تفعيل لباقي الحركات السياسية المناهضة للعدوان؟ هل سيقوم القسم السياسي بعد أن تشرف بأن يكون تحت قيادتكم والتفرغ الكامل به، هل هناك عملية لقاءات قادمة ستكون لشرح هذه المفاهيم والرؤية الجديدة والانطلاق نحو الابتعاد عن جميع الخلافات وابتعاد عن جميع ما يؤرقنا ويؤرق شعبنا؟ شعبنا الآن بحاجة كبيرة، الآن ليست الدماء تنزف وإنما الأرواح بدأت تتلاشى، بدأ العدوان وبدأ حكومة بغداد وبدأ جميع الأحزاب تحاول حالة زرع حالة الإحباط واليأس في شعبنا. علينا أن ننتفض جميعا، علينا أن نكون، ولذلك الرؤية الميدانية الوجدانية تفضلتم بها يجب أن تأخذ مدارها على جميع القوى. شكرا جزيلا. إن شاء الله، يعني هذا هو الهدف، أنه لابد من جهد جديد في هذا الموضوع، وهو الجهد هو تفعيل اللجنة الاستشارية للميثاق الوطني، ومن ثم وضع خطة عمل تقوم بهذه اللجنة بالتواصل مع القوى الداخلة في الميثاق والقوى التي لم تدخل الميثاق إلى الآن. مثال على ذلك، بالأمس زارتنا شخصية سياسية أيضا للاستعلام عن مؤتمر الهيئة والتطورات القادمة، تحدثنا عن موضوع الميثاق الوطني فأبدأ اهتمامه بهذا الموضوع وسأل عن كيفية التعرف على أهم بنود الميثاق فدللناه على الموضوع. إذن هناك تحرك بدأ من خلال خطوة، وهذه الخطوة هي التفرغ للعمل السياسي. فأعتقد بأنه انفتاح على كل القوى العراقية الخيرة التي لم تتدنس حتى اللحظة بدنس العملية السياسية خطوة ضرورية جدا. بارك الله فيك. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر ضيفينا الكريمين ونشكر الحضور الكريم على هذه المشاركة والتفاعل في هذا المجلس الثقافي الأسبوعي، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.